كما نعتنا نعمة تواجدكم. دمتم التقاليد اليومية التي يتعرض لها جثة من القاتل بشوارع العاصمة. لأجل غير محدود فلنحج المقاعد. طلبة المسلمين الجزائريين، طلبة الجامعة المركزية والصالة. محاولة لوضع ما يسمى بجسر بين الماضي والحاضر، بين 19 ماي 1956 و 19 ماي 2024، هي في الحقيقة مجرد جسر ومشعل تم أخذه في نفس الجامعة، الجامعة المركزية التي ترك فيها الطلاب أو الطلاب منهم الشهداء والمجاهدين ومن كتبت لهم الحياة مجددا بعد الاستقلال، وأعطوا هذه المشعل لجيل اليوم الذي نريدهم بطبيعة الحال أن يعتبروا بجيل الأمس، بطلاب الأمس، بقوتهم، شخصيتهم، وأدائهم، وحبهم للوطن. حنا اللي كانوا معنا في الحبس في 57-56 كانوا معنا لفرين سكندر سيدي زيتيديون اللي حكموهم في الماكي في الولاية كات، أرموا الكراتب نتاعهم وطلعوا للجبل. كان علال عبد القادر ثاني اللي رمى تاني وراح، كان طالب عبد الرحمن تاني، كان دبيح شريف، كانوا بزاف ناس كانوا لا باس عليهم، حبوا الكرامه نتاع الجزائريون والشخصيه نتاع الجزائريون نتاع الشباب نتاعنا.